السلام عليكم، حياكم الله. ما زلنا في الفصل الثالث، تطبيقات أساسية لجهاز التخزين الشبكي. معكم عمر نجار. في هذا المقطع سنتعرف على كيفية إنشاء واستخدام ملف المشاركة. في البداية، مفهوم ملف المشاركة هو أنه عبارة عن مجلد أو قرص يمكن أن يظهر لدينا في جهاز الكمبيوتر كأحد الأقراص، ولكن هذا القرص لا يوجد على القرص الصلب أو الهارد ديسك الخاص بهذا الكمبيوتر أو هذا اللابتوب، وإنما موجود على جهاز التخزين الشبكي نفسه. والفائدة من ملف المشاركة أن هذا الملف يمكن الوصول إليه من عدة كمبيوترات موصولة على نفس الشبكة أو من خارج الشبكة عبر الإنترنت، وفائدته كبيرة خاصة في عند المشاركة في العمل مثلا في الشركات أو الهيئات، حيث يتم تبادل هذه البيانات والعمل عليها بوقت واحد. نذهب إلى جهاز التخزين الشبكي ثم نضغط على File Station. نلاحظ كما رأينا في الفيديو السابق أنه لم يتم إنشاء مجلد مشاركة. نضغط على OK ثم يظهر لدينا الويزرد أو الخطوات الخاصة بإنشاء المجلد، وهي خطوات بسيطة لإنشاء مجلد مشاركة. على سبيل المثال، نكتب في البداية اسم المجلد، مثلا مجلد المشاركة شير فولدر، وأي وصف خاص بهذا المجلد. والخطوة التالية هي اختيار القرص أو الفوليوم الذي نريد أن نضع فيه هذا المجلد. طبعا إذا كان لدينا عدة أقراص فنختار أي واحد منها، ونحن هنا قمنا بإنشاء قرص واحد فقط كما في الفيديو السابق، وحجمه 4 تيرا. النقطة التي تليها وهي يعطينا خيار إخفاء هذا المجلد في مكان الشبكة أو أماكن الشبكة. على سبيل المثال، إذا أراد أحد أن يستعرض الملفات الموجودة عبر الشبكة فلا يستطيع أن يرى هذا المجلد لزيادة الأمان. والخطوة الثانية وهي إخفاء الملفات أو المجلدات عن المستخدمين الذين لا يملكون الصلاحية، لأن هذا المجلد كما بينا أنه يمكن أن نعطي صلاحية معينة. على سبيل المثال، إذا ذهبنا إلى لوحة التحكم و اخترنا المستخدم الذي له صلاحية الاطلاع على هذا المجلد، فلا يمكن للمستخدمين الآخرين أن يطلع على هذا المجلد ولا أن يستطيع أن يطلع على المجلدات الفرعية التي في داخله. الخطوة التي تليها وهي تفعيل سلة المحذوفات داخل هذا المجلد، بحيث إذا قام أحدنا بحذف ملف معين من هذا المجلد مثلا عن طريق الخطأ، فإنه يذهب إلى سلة المحذوفات، وبالتالي نستطيع استعادة هذا الملف، ويمكن أن نجعل أو نحصر الوصول لهذه السلة فقط عن طريق المستخدمين الذين لهم صلاحية الإدارة. نضغط على التالي، ثم يوجد لدينا خيار لتشفير هذا المجلد، ونضع الانكريبشن كي أو مفتاح التشفير أيضا لزيادة أمان هذا المجلد من أي هجمات أمنية. نضغط على التالي، وأيضا هناك خيارات أخرى لن نتعرض لها في هذا الفيديو، لنأخذ صورة مبسطة عن إنشاء مجلد مشاركة. ويظهر لدينا ملخص الخيارات التي قمنا باختيارها، ثم نضغط على Apply لإنشاء هذا المجلد. تم إنشاء المجلد. الخطوة التي تليها مباشرة يطلب منا إعطاء الصلاحيات للمستخدمين. هذا المجلد، من له أحقية الوصول لهذا المجلد؟ على سبيل المثال، إذا بالوضع الافتراضي لدينا المستخدم الرئيسي وهو أدمن، والمستخدم الضيف، والمستخدم الذي قمنا بإنشائه في المرة السابقة وهو باسم عمر، فلدينا عدة أنواع من الصلاحيات. فمثلا يمكن أن نعطي صلاحية عدم الوصول أصلا No Access، أو الصلاحية الأعلى وهي Read Write، والمقصود فيها أنه يستطيع أن يقوم بقراءة الملفات الموجودة داخل هذا المجلد والكتابة أو التعديل عليها. والصلاحية
التي تليها وهي ريد أونلي، وهي قراءة هذه الملفات دون الكتابة عليها أو التعديل عليها، أو الصلاحية الأخيرة وهي الكاستم، وهي صلاحيات مخصصة مفصلة بشكل أكبر. سنقوم في البداية بإعطاء صلاحية القراءة والكتابة لهذا اليوزر، ونضغط على أوكي. وبذلك يتم إنشاء هذا المجلد، المجلد الأول، وهو Shared Folder. الآن هذا المجلد كيف يمكن لنا الوصول إليه؟ فهناك عدة طرق. على سبيل المثال، إذا ذهبنا إلى جهاز الكمبيوتر المتصل بنفس الشبكة الخاصة بجهاز التخزين الشبكي، وجهاز التخزين الشبكي هو اسمه، نكتب قبل اسم جهاز التخزين دبل باك سلاش ثم اسم جهاز التخزين وهو DS920، ثم نضغط على Enter. فنلاحظ أنه يطلب منا اليوزر اسم المستخدم وكلمة المرور الذي له صلاحية الوصول لهذا الجهاز، فنكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نضغط على OK. نلاحظ أنه قبل هذا المستخدم، وأظهر لنا هنا المجلدات الموجودة أو المنشأة داخل جهاز التخزين. ونحن قمنا بإنشاء مجلد واحد وأسميناه Shared Folder. فنقوم بفتح هذا المجلد، فيقوم بفتح هذا المجلد وهو لا يوجد فيه أي بيانات سوى سلة المحذوفات التي قمنا بتفعيلها. والخطوة الأخيرة أن نقوم بنسخ العنوان أو المسار لهذا المجلد، وهو موجود داخل جهاز التخزين الشبكي الذي اسمه DS920 واسمه Shared Folder. ثم نذهب إلى جهاز الكمبيوتر، ثم نقوم ب ماب نتورك درايف أو تعيين قرص الشبكة، وهو اختصار لهذا المجلد لكي لا نقوم في كل مرة بطريقة الوصول بكتابة هذا المسار. فنضغط على ماب نتورك درايف ثم نقوم بلصق هذا المسار، ثم نضغط على فينش، فيصبح لدينا هذا المجلد كقرص موجود بأحد أماكن الشبكة أو Network Locations. وبالتالي نحن لا نحتاج في كل مرة أن نكتب مسار هذا المجلد، وإنما إذا أغلقنا هذه النافذة فنستطيع الوصول إليه بشكل سريع. وهكذا كل كمبيوتر يمكن له الوصول إلى هذا المجلد عبر هذا المسار. وبعد ذلك نستطيع القيام بإنشاء ما نريد من المجلدات أو الملفات. على سبيل المثال، إذا قمنا بإنشاء ملف بسيط وأسميناه أي اسم، فلدينا هنا الملف الأول وقمنا بحفظه، ثم نذهب إلى جهاز التخزين الشبكي لنقوم بفتح هذا المجلد Shared Folder. نقوم بفتحه من خلال تطبيق الفايل ستيشن، فنلاحظ أن هذا الجهاز الذي اسمه DS920 قمنا بإنشاء مجلد بداخله اسمه Shared Folder، وتم حفظ هذا الملف وهو ملف Word، وأسميناه الملف الأول أو First File. وبالتالي ما استطعنا الوصول إليه من خلال هذا الكمبيوتر فإنه موجود هنا في لوحة التحكم الخاصة بهذا الجهاز. في أمان الله.